تحية رائعة هذه المشاهد الآن، شاهد الكل متحمس، الإثارة يمكن أن تشعر بها، بإمكانك أن تستمع إلى دقات القلوب من خلال هذه الأجواء الجميلة، أجواء تزيد من ترقبنا لهذه المباراة. من يأخذ الأفضلية؟ انتظرونا في بث حي ومباشر. أحبتي الكرام في كل مكان، هذه تحياتي لكم من استاد الملك فهد. نلتقي حيث تقام هذه المباراة وسط حضور مميز وأجواء جميلة. معكم فارس عواض أحبائي المشاهدين في تغطية حية ومباشرة. توقعات كبيرة ونتمنى مباراة على هذا المستوى من التوقعات. فريق الهلال السعودي يواجه البي اس جي. نتمنى بأن تشاهد متعة كبيرة على أرضية الميدان اليوم. نريد كرة قدم جميلة وندية من الفريقين. هذه التشكيلة اللي يبدأ فيها نادي الهلال، ياسين بونو في حراسة المرمى، سعود عبد الحميد، إمكانية للتسديد في الشباك الخالية، يضع الكرة، الله على هذا الهدف. كيف كان ممكن أن يهدر مثل هذه اللقطة؟ لا يوجد أسهل من هذه الفرصة للتسجيل والشباك خالية. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تخلص فيها من الدفاع، يا على المرور، مستحيل، ما الذي يحدث أمامنا؟ بعد التقدم، الترد سريعا ليتحقق التعادل، يا لها من مباراة ويا لها من أجواء مثيرة، الله على هذه الأجواء. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. البي اس جي يهاجم الآن، وإيقاف للمحاولة، الكرة تتحول للفريق الآخر، الحارس يصد ويمنع ويرفض تسجيل هدف آخر، الله على التصدي. هكذا يكون التدخل في المنطقة. الهلال ينطلق على طرف الملعب في هذه اللحظات. عرضية في وسط ال 18. يا الله على الطاير حطها، على الطاير سجلها، هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. شوف كرة الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، والفرصة أصبحت سهلة من هذه المسافة، واستغلال مميز للكرة هنا وإنهاء جميل في المرمى. استئناف اللقاء مرة أخرى، البي اس جي تحت ضغط العودة في النتيجة. لي كانغ إن، فيتينيا، إمري، بينية جميلة، أوهو، تصدي قوي جدا، ركلة ركنية للبي اس جي مع بحث عن فرصة للتعادل. كرة واعدة هنا، راية ترفع مشاهدينا وتعلن عن وجود التسلل. كم في تسرع هنا في لعب الكرة، كم من الأفضل البحث عن خيارات تمرير أخرى لتفادي هذا التسلل. انطلاقة للأمام من باريس سان جيرمان، بيلعب الكرة باتجاه المرمى، يا رب يأتي الآن، التعادل يأتي، البي اس جي يعود في هذه اللحظات. الله على هذه المهارة في لقطة الهدف، شوف المرور يا لعيب، خاد حارس المرمى، هز الشباك في لقطة ممتازة. المساحة متاحة على الطرف أمام فريق الهلال، فرصة
خطيرة للتقدم في النتيجة. بكل ثقة بكل تحدي بردة فعل برشاقة، حارس المرمى ينجح في الاختبار. كرة كانت من مسافة قريبة لكن ردة فعل خيالية خيالية لهذا الخيالي. ممتازة التمريرة هنا، راحت الكرة للأسف. إذن دقيقة واحدة مشاهدين محتسبة كوقت بديل. مع الصافرة نخرج إلى الاستراحة ما بين الشوطين. شوط أول مميز. الهلال يعلن عن انطلاقة الشوط الثاني. الهلال ينطلق على طرف الملعب في هذه اللحظات، فرصة للتقدم في النتيجة. هنا يظهر الحارس ويتصدى دانيلو بيريرا. فيتينيا، كيليان مبابي نجح في تدخله لاستعادة الكرة من جديد. تمريرة رائعة خلف الدفاع، ميتروفيتش يا رب، كرة في المرمى وهدف التقدم من جديد. نشوف الإعادة من جديد. يا سلام على التمريرة البينية، كان على مسافة قريبة جدا من المرمى، حط الكرة بسهولة. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. مبابي، تقدم للأمام، قد نشاهد فرصة خطيرة لو نفذت بشكل سليم. كوليبالي ينجح في إبعاد الخطورة بشكل ممتاز. تدخل قوي ومثالي. يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. فرصة واحد على واحد الآن. يا الله، هدف آخر ياتي. لم ينتهوا من فرحتهم الأولى إلا بفرحة ثانية. يا لها من لحظات للعشاق. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. هرنانديز الآن مع بيريرا. حكم يشير لاستمرار اللعب والكرة مع باريس سان جيرمان. لي كانغ إن، 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. يتقدم بالكرة، راح فيها. العرضية لا تمر والكرة تبتعد. يا مجنون يا أخي، أنت كيف تلعب؟ شوف الهروب، شوف اللقطة في هذه اللعبة. البي اس تي يجري تغيير في هذه اللحظة. هرنانديز يتعرض لضغط كبير الآن. مميز الضغط العالي في استعادة الكرة في مناطق خطيرة. 8 دقائق تفصلون عن نهاية المباراة. مبابي وصلت سهلة إلى يدي ياسين بونو. تدخل وإبعاد للكرة. مبابي، عادت الكرة إلى مبابي. البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان. كم ممكن تشتعل المباراة؟ أي كرة بتضيع، أي أحلام في اللقطة الماضية. ضاعت كرة وضاعت معها الأمال. أوهو على هذه الكرة.
وتنطلق الصافرة مشاهدينا لتعلن عن فوز الهلال في مباراة اليوم بكل أفضلية. فوز مهم ومستحق، أداء قوي وثبات في المستوى واستغلال الفرصة المتاحة، وكان مهم جدا تعزيز الفارق اليوم لأنه أراح الجميع وأزال ضغوطات. قدم في مباراة اليوم أداء كان استثنائي حقيقة، طار بشكل جيد، كان واضح أيضا عزمة من البداية على صناعة الفارق، نجح في تسجيل هدفين وساهم أيضا في فوز الفريق.